Bonjour mes bons élèves, comment allez-vous? Bien? Aujourd'hui, la leçon va parler du futur proche. Nord درس أسهل من السهولة. Très 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 facile. Très simple بالأصح يعني. حاجة بسيطة قوي. بيقول لي الفيتور بروش حاجة هتحصل كمان شوية بس وقت قريب. خلال ساعة هعمل كذا. كمان شوية هعمل كذا. طيب بقول ده اسمه إيه؟ فيتور بروش. مستقبل قريب. بنعمل ايه؟ اون فا كونجوجي لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف، يعني بصرف الي في البريزنت العادي بلس لانفيناتيف دي فيرب اسونسيل دو لا فراز، يعني فيرب الي وبعده على طول الانفيناتيف بتاع الجمله زي ما هو لانفيناتيف دي فيرب اسونسيل الفعل الاساسي. يعني انا هاكل جو في مونجي، انت هتنام تو فا دورمير، هو هيخلص il va finir. في النيجاتيف بننفي الفيرب الاول اللي هو الي. il ne va pas marcher sur la rue. في الاستفهام بنعمل ايه؟ بيقلي بنقدم الفعل المساعد على الفاعل اللي هو va tu faire le devoir، هل انت هتعمل الواجب؟ يبقى في النيجاتيف بننفي الي، في الاستفهام بنقدم فيرب الي زي ما انتم شايفين. quand allez-vous lire des nouvelles؟ نوفيل اللي هي الأخبار. ده شكل السؤال أو في صورة شوازي. بيقول لي vous passez، يبقى بسرعة كده أقول dans quelques heures. quelques heures يعني خلال ساعات. هقول vous وصرف verb aller أهو وأحط الأنفينيتيف من passé وهكذا. خلاص؟ نعمل الكلام ده كده زي التانية تبقى نو. ماشي يا سيدي اعمل لك التانية. allons prendre، يعني انا يا دوب بصرف فيرب الي وانزل انفينيتيف زي ما هو. ده بالنسبة لمين؟ للفيتور بروش. طبعا بالنسبة لك demain او سسوار بيانتو بروشان ودون اهم حاجة وقت قريب وليس وقت مفتوح بعيد، لانه في زمن تاني اسمه الفيتور سامبل وهنتعرض له في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تفصيلا. اغفر.